مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من أبلود شو بتبلش هلأ الساعة 7 ودايماً عبر نورسات. وطبعاً كل أخبارنا بتلاقوها على السوشيال ميديا فيسبوك يوتيوب وتويتر وإنستغرام أبلود نورسات. وهلأ أبداً ما حنطول عليكم، حننتقل لـ On That Day. بيعود على الداي الليلة رح نحكي شو صار بـ30 كانون الثاني 1969. فرقة البيتلز، الفرقة الفنية الموسيقية اللي كلنا سوا منعرفها ويلي للأسف كانت نهايتها بشعة، عملت آخر performance لقلها أو آخر عرض كان لايف 42 دقيقة كان الكونسير طوله، كان على سطح الأبل كوربس HQ in لندن. هيدا كانت آخر مرة بيطلع قدام الجمهور لايف، وللأسف كانوا بيطلعوا آخر مرة قدام الجمهور، وكانت يعني مثل اللي كانوا موجودين بالحفله كانت مؤثره لهم هنيك، خصوصا بعد ما عرفوا باللي صار معهم انه هن كانوا محظوظين انه حضروا اخر حفله لهم. هيدي On That Day. وهلا رح نشوف صوره اليوم. شو شايفين بالصوره؟ اوكي رح ناخذ شوي وقتنا تنعطي مظبوط المعنى. لا صحيح. انا حاسبك. طب اسبقني، انا رح اكون عم شوف بهذا الوقت. منشوف انه في ناس عم تطلب مساعده وهي عندها كل الامكانيات تشتغل بايدها وتطلع اذا بدكم مصروفها، ومنشوف ناس مش قادره ما عندها الامكانيات، بس رغم هذا الشيء مثل ما شفنا الشاب اللي على اليمين مع في عنده الايدين ناقصين وعم بيشتغل تيطلع لقمه عيشه، فبنشوف انه حسب كل واحد يعني مثل الاشخاص اللي للاسف بنشوفهم يمكن على الطرقات، يعني يمكن عم بيطلبوا مساعده من حدا، يعني هن يمكن قادرين انه يشتغلوا بس ما عم يشتغلوا وبيلجأوا ليمكن اسهل وسيله يلي هن حول الطرقات. هيدي كمان يمكن مساج بعد صغير زيادة على اللي قلتوه، انه كثير اوقات نحن ما بنقدر النعمة يلي نحن بتكون موجودة عنا، وبنصير نتكبر وبنصير يا الله ووقت ومصاري وجامعة وشغل، انه على قصص يمكن سخيفة بالنسبة لنا تكون كثير كبيرة، بس بالنسبة لغير عالم يمكن بيتمنوا انه تكون عندهم يمكن 1% من القصص اللي نحن عم نعيشها. هيدي كانت فوتو اوف ذا داي، وهلا رح ننتقل دغري لسجمنت هذا.